thousands three digit numbers نفتكر مع بعض خدنا قبل كده three digits units tens hundreds آخر نمبر أو أكبر نمبر نعرفه 999 nine nine. طب if we need to add one لو عايزين نزود one على 999 nine nine, ينفع نزود one على ال units أو ال أو ال hundreds ولا ده الماكسيمم 9 ما ينفعش ازود على 9 ينفع يبقى في عندي 10 في اليونتس مثلا او 10 في التنس لا ماكسيمم عندي 9 طب نعمل ايه يبقى في عندي نيو ديجيت في عندي ديجيت جديده اسمها 1000 يبقى دلوقتي بقى عندنا 4 ديجيت انستيد اوف 3 ديجيت يبقى اليونت بالتنت 100000 اوكي يبقى في 1000 ديجيت اللي هي ديجيت نمبر 4 ريدنج اند رايتنج ثاوزندز ريد ذا نمبر في عندي 1 في 1000 و4 في ال100 و2 في ال10 و1 في اليونت يتقروا ازاي بقول كل نمبر هو موجود فين in, each, in which place يعني ال1 موجود في ال1000 يبقى 1000 وال4 in hundreds يبقى 400 طب ال 2 two digits ما بيتقروش بقى مش بقول two tens and 1 units لا بيتقروا مع بعض 21 اوكي okay. يبقى ال1000 وال100 هقرا كل نمبر لوحده 1000 four hundred and يبقى كل نمبر بيتقري بالplace اللي هو فيه بالمكان اللي هو فيه هنا فور في thousand يبقى فور thousand ثري في hundred يبقى three hundred والtwo digits اللي في البداية the first two digits يتقروا ازاي eleven مش one ten one unit, لا eleven يبقى four thousand, three hundred and 11. again 3 in the thousand digit يبقى 3000 2 in the hundreds digit يبقى 200 و 3 في ال 10 و 0 في ال يبقى يتقروا ازاي 30 ال first 2 digit بيتقروا مع بعض يبقى 3000 230 again 2 in the thousand digit يبقى 2000 3 in the hundreds digit يبقى 300 وال first two digit في عندي only two in units ما عنديش tens يتقلوا ازاي 0 2 تتقري 2 we have in tens digit يبقى 2302 write as a number 842 يبقى هنكتب ال places بس الأماكن بتاعت ال digits unit tens hundred 1000 لو عندنا 1000 مسألة هنا ما فيهاش 1000 يبقى رايت 8 ان hundreds وال42 بتتكتب ازاي اتفقنا اول تو ديجيتس بيتقروا مع بعض 42 يبقى 4 and 2 42 4 في التنس و2 في اليونكس اجين 8718 يبقى هنكتب يونتس تنس 100000 هنكتب البليسز نفسها الاماكن نفسها بتاعت الديجيتس اوكي رايت 8 ان 1000 ديجيت و7 في 100 ال 18 بقى تتكتب ازاي 1 and 8 يبقى 1 في ال 10 و 8 في ال Units Okay Again 7000 100 4 يبقى برضو هنكتب Units 10, 100,000 اختصارات بس يو اختصار للـ Units وال-T اختصار للـ 10 and so on Write 7 in thousands digit و 1 في الـ 100 و 4 يبقى هنكتب 4 في ال Units لان مش قايل 14 لو قايل 14 مثلا يبقى احط الفور فين او 40 احطها فين في التين ديجيت. ان هو مديني فور بس يبقى اكتبها في اليونت طب 10 ما فيهاش حاجه يبقى put زيرو again 3562 يبقى write the number in words يبقى هنقول كل ديجيت بالبليس اللي هي فيه 3 في ال يبقى 3000 والـ first two digits 62, يبقى 3000, 500 and 62. أجين الـ 5 في 1000 digits يبقى 5000, 400, and الـ first two digits, 80, يبقى 5000, 400 and 80. أوكي، الـ first two digits بتقيرو. مع بعض 5 in the thousand digit 4 in the hundredth digit and في النهاية بنقول ايه 80 again 1 في ال 1000 7 في ال 100 وفي عندي في الفرس first two digits على بعض فيهم 2 في اليونت يبقى 1000 700 and 2 ال 2 two digits يتقروا مع بعض ايه 2 complete 2416 and 3 units the number is يبقى هنكتب units tens 10, hundreds thousand اختصارات U T H thousand uh, T H مثلا okay write two in the thousand digit و four تحت ال hundreds digit six تحت ال tens digit three تحت ال units digit okay يبقى النمبر بقى two thousand four 100 and the first two digits بيتقالوا ازاي 63 اوكي okay. يبقى هنكتب 2 4 6 3 وفي الاخر هنقرا النمبر ازاي اول two digits بس بيتقالوا مع بعض again write u t h t h اوكي okay. او انا بس عامله فورم من اللي قدامي ده اللي هو العداد اللي قدامي عشان نبقى فاهمينها اكتر بس احنا طبعا هنكتب u t h t h اللي هو 1000 هنكتب بقى في ال 1000 ديجيت 2 وفي ال hundreds هنكتب 7 في ال 2 وفي ال 5 read the number بقى 2700 طبعا هنكمل باقي النمبر again 9807 tens يتكتب ازاي هنكتب برده U T H T H في ال 1000 هنكتب 9 وفي ال 100 هنكتب 8 وفي ال 10 هنكتب 7 وال ما فيهاش حاجه زيرو مش مديني اليونتس طالما مش كاتب لي يونتس يبقى هكتبها بزيرو بعد كده ريز ذا نمبر 9870 الفيرست تو ديجيت مع بعض بيتقالوا 70 اجين هنا مديني 1000 وال100 واليونتس ومش مديني تنس يبقى دايركت هنكتب يونت تنس 100000 بوت 7 ان ذا 1000 ديجيت 5 ان ذا 100 والتنس مش كاتبها لي يبقى احطها بزيرو واليونت 3 read the number 7500 will first two digits ازاي and 3 underline the suitable number 7000 and 5 units برضو هنكتب U T H, -T -H. تحت ال 1000 digit هنكتب 7 وال 100 مش مديني 100 هحطه بزيرو ال 10 مش مديني 10 هحطها بزيرو واليونت

the second number.